اليوم احنا في بغداد وين؟ بملعب الغزالين. احنا اليوم في محافظة النجف، جينا لمحافظة القادسية للديوانية. اليوم احنا في منطقة الامين في بغداد، عملنا شعار كلار التزوير. يعني اكثر اللاعبين اللي تواجدوا وياي كلهم لاعبين مهاريين، لاعبين جيدين. نتمنى انه نحصل على موهبة او موهبتين في هذه المدينة. ان شاء الله راح يكون من البرامج المهمة في الساحة العراقية. حقيقة محتاجين لكشاف، يعني كشاف للمواهب الموجودة بالعراق. وتتمنى انه يكون هناك برامج او ناس تكون كشاف من قبل الأندية او المنتخبات. راح اختار من عندكم موهبة. هم نواة للأندية والمنتخبات الوطنية. انتم تقنعوني انه اكو لاعبين يستحقون. الاسم عباس علي طعمه مواليد 2000. جعفر عبد الامير محمد 2001. الحارس علي فرحان مدفون مواليد 2003. حسين علي حسين مواليد 2001. صادق حبيب علي مواليد 2002. احبتي المشاهدين ومتابعي قناه الطليعه الفضائيه، نلتقي بكم اليوم او يتجدد اللقاء بكم والحلقه السابعه من برنامج الكشاف. موسى محمد. موسى يلا صفقوا الموسى، صفقوا الموسى. أحمد مشتاق. يلا أحمد لا تبكي. أديتوا أداء مميز ومبروكين الفوز اليوم المستحق يعني. حسن ناصر يلا حسن صفقونا الحسن يا ولد. حسن يستحق. رضا فاضل. رضا فاضل. ومباراة اليوم الذي تجمع أكاديمية إسبانيول الإسبانية في العراق أمام برنامج الكشاف. يتقدم عبد العزيز. جول فريق الكشاف، يتقدم بهدف ثالث عن طريق عبد العزيز. تجربة جديدة للاعبي فريق الكشاف أمام الشباب نادي الصناعة. هجوم سريع ممتاز، عرضية رأسية، الله محمد رضا هو من يختص بالضربات الرأسية. مواجهة اليوم ما بين بطل الدوري العراقي شباب الطلبة أمام فريق الكشاف، ومحمد رضا يسجل الهدف الأول لفريق الكشاف. إذا المشاهدين متابعينا، فريق الكشاف بطلا لهذا الكأس. هذا رضا فاضل مهاجم منتخبنا. الاكتشافات طبعا الكابتن قصي منير في برنامج الكشاف. كان من رضا فاضل ويمر الكرة بالكعب، محاولة كانت شوف من لاعب يلعب في الحواري وفي الأندية الشعبية إلى لاعب منتخب. شو اللي حصل؟ هو أندية الكشاف نال إعجاب أندية الكشاف في تلك الفترة. هو اللاعب رضا فاضل.